بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين، اغفر ذنوبنا ووفقنا لكل خير. اللهم اجعلنا من أهل التوفيق والسداد حيثما توجهنا يا رب العالمين. بفضلك وكرمك خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. افتح لنا كل باب مغلق يا رب العالمين للوصول إليك يا أرحم الراحمين، وحل بيننا وبين كل معوق يعوق بيننا وبينك يا رب العالمين. بفضلك وجودك وكرمك تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. أمدنا بمدد حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، واجعله روحا لذاتنا من جميع الوجوه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة كاملة تشرح بها صدورنا، وتفرج بها كروبنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتقبل بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتحسن بها خواتيمنا، وتشفي بها أمراضنا. اللهم يا رب العالمين صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام وجيه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم يا رب العالمين نجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها، وأتمها علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأتم لنا هذا الموسم بخير يا رب العالمين، وارزقنا رمضانات عديدة. يا من عودت اللطف أعد عاداتك باللطف البهج، واغلق ذا الضيق وشدته، وافتح ما سد من الفرج. عجنا لجنابك نقصده، والأنفس في أوج الوج. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا رب العالمين تملنا بالتقوى وزيننا بالحلم. اللهم اجعل سرنا الإخلاص والصدق. اللهم يا رب العالمين لا تجعل لنا مقصود سواك. اللهم انزع الدنيا من قلوبنا واجعلها في أيدينا لخدمة دينك وشرعك ونصرة سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم، وقياما بحق المساكين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه جميع الأنبياء والصالحين والأولياء وإمامهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسألك من خير ما سألوك به يا رب العالمين. عجزنا أن نعرف ما يصلحنا، فوضنا أمرنا إليك يا رب العالمين، فأصلحنا فأنت رب العالمين وأنت لطيف بنا ورحيم. اللهم يا رب العالمين خرجنا من اختيارنا إلى اختيارك، وتوكلنا عليك ووثقنا فيك وحسنا الظن بك. اللهم يا رب العالمين كن مأمولنا، وكن مقصودنا، وكن مغيثنا حيثما توجهنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين. انصرنا على أنفسنا وعلى شياطين الإنس والجن وعلى أعداء الإسلام والمسلمين، واجعلنا يا رب العالمين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أحينا مسلمين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا، وقنعنا بما رزقتنا، وزدنا علما. اللهم زدنا علما، وإذا زدتنا علما فأعنا على العمل، وإذا أعنتنا على العمل فخذ بأيدينا إليك بالإخلاص والصدق والمداومة على ذلك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، أما بعد.
نكمل شرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها، شرح مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة بالقاهرة بمصر المحروسة، المدفون بسفح المقطم بجوار قبر سيدنا أحمد بن عطاء الله السكندري رحمهم الله، ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. كنا بدأنا في الحديث الطويل حديث رؤية الله عز وجل في الحقيقة، الحقيقة ليست هي رؤية الله ولكن هي رؤية الرب، لأن الربوبية قابلة للتجلي والظهور، أما الألوهية غير قابلة للإدراك والظهور، ولذا يقول الرسول ترون ربكم ولم يقل ترون الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ولم يقل إلى إلهها، فإن كل صفات قهرية تمنع من الظهور والإحاطة هي صفات الألوهة وهي غير قابلة للظهور لا في دنيا ولا في آخرة. أما الذي تراه هو ربك، وما الفرق بين الربوبية وبين الألوهية؟ الربوبية صفة قابلة للظهور من حيث التجلي، أما الألوهة والألوهية صفة غير قابلة للظهور، غاية ما تظهر تظهر في الهداية، غاية ظهور الألوهية ظهور للهداية والدلالة، أما ظهور للرؤية والإحاطة مستحيل، فتكون الرؤية تكون للربوبية، والربوبية تختلف تماما، لأن الربوبية هو تجلي الصفات المتعلقة بالأكوان، فالله له صفات متعلقة بالذات وله صفات متعلقة بغيره، صفة خالق صفة ذاتية في الله لكن لها أثر على الغير، صفة رازق صفة ذاتية في الله لكن لها أثر على الغير، صفة قاهر صفة لله خاصة وليس لها أثر على الغير، حيث أنها لو ظهرت لا غير، لا يوجد غير أصل. ولذا الحديث في دقة ولم يلتفت إليها كثير من المصنفين، هذا مما أفاض الله بي علي فضل الله، أن الذي نراه هو الرب وليس الله، والرب هو الذي قائم على كل نفس، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فله تقيد في ظهوره فيك وفي نفس الوقت تقيد ظهوره فيك وقيامه بك لا يمنع إطلاق الألوهية، فالألوهية مطلقة والربوبية تتقيد في المظاهر، أما الألوهية فهي حضرة الإطلاق غير قابلة للتقيد. ولذا سألوا الصحابة هل نرى ربنا، ولم يقولوا هل نرى الله، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا خبر والخبر غير قابل للنسخ، فلا نقول أن هذا في الدنيا أما في الآخرة فممكن. سيدنا موسى أدرك ذلك، قال ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، سيدنا موسى نبي من أعرف الخلق بالله هم الأنبياء والرسل، فطلب ممكن ولم يقل إلهي أرني أنظر إليك، فرق كبير، فدل على أن النظر إلى الرب ممكن، ولو لم يكن ممكن ما طلبه سيدنا موسى، لأن سيدنا موسى يعلم الممكن والمستحيل والواجب على الله،
اللي هي المستحيل العقلي والواجب العقلي والممكن، فطلب ممكن، فطلب سيدنا موسى دليل على إمكان الرؤية. والله لما أجاب له قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلق الممكن على ممكن فدل على أنها ما زالت ممكن. قال لن تراني أي الآن ولكن انظر إلى الجبل، لأن الآن وهو وقت الدنيا لا يوجد مناسبة بين الدنيا الفانية وبين ظهور الباقي، لا يوجد مناسبة، فإذا ظهر الباقي فنى الفاني، ولكن متى يظهر الباقي؟ يظهر الباقي يوم الحشر وفي الجنة، حيث أن المخلوق يبعث ويصير باقي دائم، فيكون صالح أن يرى الباقي، فالباقي يرى الباقي، الفاني لا يرى الباقي. ولذا قال له لن تراني الآن حيث أنك الآن في الفاني، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه التجلي، وجه ربك أي وجه التجلي الذي به ظهرت الأكوان هو الباقي، أما الذي يفنى هو هذا الفاني، مرآة التجلي هي التي تفنى، أما المتجلي فلا يفنى. فإذا كانت مرآة التجلي وهي الأكوان هالكة، وكلمة هالك لم يقل كل من عليها يهلك أو سيهلك أو هلك، أي لم يربطها بزمان، ولكن كل شيء هالك إلا وجهه، واسم الفاعل معناه أنه خرج عن حيز الزمان، معناه هالك الآن وهالك في الماضي وهالك في الاستقبال، كل شيء هالك إلا وجهه. فأنت بوجه التجلي ظهرت، بغير وجه التجلي أنت هالك في الحال، مش هتستنى لسه لما تدفن وتموت، لا ده أنت في الحال هالك وفي الاستقبال هالك وفي الماضي هالك. وما الذي يظهرك؟ وجه التجلي. يوم القيامة ترى هذا الوجه، وجه التجلي، هذا الوجه هو الذي تراه، وجه التجلي لا المتجلي، ليس الذات، فهمت؟ فالذي يرى، وبالتالي لا تدركه الأبصار قائمة ولو في الجنة ولو مع سيدنا جبريل، لأن هذا خبر والخبر لا يتقيد، الخبر غير قابل للنسخ، دي قاعدة أصولية معلومة، لا يحيطون به علما، ده خبر غير قابل للنسخ، الملائكة لا تحيط بالله علم، سيدنا جبريل لا يحيط به علم، سيدنا محمد أعلم الخلق بالله لا يحيط بالله علم، لأن ده خبر، ولكن يحيط بالرب، لأن الرب وجه التجلي، فيظهر الله هذا الوجه يوم القيامة وفي الجنة. وكلما تجلى عليك في الجنة أفاض عليك بالمزيد، فكل تجلي يأتيك بصورة جديدة، فصور التجلي تتعدد والمتجلي واحد، صور التجلي تتعدد. أنت ترى ربك في الجنة إن شاء الله، لما ربنا يجمعنا في الجنة نرى الله مرات غير معدودة، لأن الجنة ليس فيها عدد ولا سنين، وكل مرة برؤية جديدة بتجل جديد، مش كل مرة هي هي، لا كل تجلي، لأن الله لا يتقيد في صورة، لأن الله مطلق لا تقيده صورة، لكن التجلي مقيد، أما المتجلي فلا يتقيد. فقيد التجلي هو الذي يتجلى عليك، لأنك أنت مقيد بالجسم والحيز والمكان،
فالمقيد بالحيز يرى المتحيز وهو تجلي الربوبية. وبهذا التجلي وصف الله نفسه بأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه على العرش استوى، وأنه يضحك، وأنه يتبشبش، وأنه يقترب من عباده، وأنه له يدا مبسوطتان. كل هذه الصفات التي حار منها الناس هي صفات ربوبية، صفات تجلي، ولا تدل على أنها هي صفة المتجلي، بل صفات تجلي. وهذا من مكنون العلم، حار فيها أهل السنة. بعضهم قال نصرفها عن الظاهر ونفوض، وده مذهب جميل، ولكن لما تصرفها عن الظاهر؟ الأولياء يقولوا لا نصرفه على الظاهر، هو يخاف أن تظن أن هذه الصفة إن لم تصرفها عن الظاهر تظن أنها صفة الله، فتقيد الله وتجسمه أو تجعل تصف له الجوارح، فأراد صرفه عن الظاهر. لكن أهل الكشف عندهم اعتقاد جازم أن الله لما وصف نفسه بذلك أراد الظاهر، ولم يرد أن نصرفه عنه. لأنه لماذا اختار هذا اللفظ؟ ولذا مذهب الأولياء عدم صرف اللفظ عن ظاهره، مع العلم بأن الله لا يتقيد في هذا، وأن هذا اللفظ يدل على مظهر التجلي لا المتجلي. ودي قاعدة نفيسة لم يذكرها أحد في علوم التوحيد التي تدرس، قاعدة نفيسة تحل الإشكال اللي بين المجسمة وبين الأشعرية أهل السنة. المجسمة نظروا لمظهر التجلي وهو قيد وظنوا أنه صفة لله فجسم، وأهل السنة صرفوا اللفظ عن الظاهر مخافة التجسيم. ولكن نحن لسنا أعلم من الله ولا من رسوله، حيث أن النبي اختار هذه الألفاظ وهو فصيح، فلو كانت تدل على أنها تدل على المعنى القبيح ما اختارها النبي. انظر إلى الحديث القدسي الذي يصيغ النبي بعبارته الرائقة، سبحان الله ما كنتش ناوي أفتح الموضوع ده النهار، أنا كنت ناوي أقرأ من الكتاب لكن ما عرفش جات كده. في الحديث القدسي الله يقول رب العزة عبدي مرضت ولم تعدني، فيقول له وكيف تمرض وأنت رب العالمين. شوف رب الأول، خد بالك. يبقى عندما يتجلى في مرآة العبد فإذا مرضت المرآة مرض صورة التجلي، لأن العبد ما هو إلا مرآة للتجلي، فإذا عطبت المرآة عطبت الصورة. أما المتجلي منزه عن المرآة أصلا، لا اتصال ولا انفصال ولا حلول. أرجو ما كنتش بلخبطك. قال إيه؟ عبدي مرضت ولم تعدني، فقال كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ ما قالوش وأنت الله، حضرة الإطلاق غير قابلة للظهور، حضرة الإطلاق غير قابلة للظهور أصلا. قال أما سمعت أن عبدي فلان مرض؟ أما لو عدته لوجدتني عنده، جعت ولم تطعمني. ايه ده جعت والنبي يوسف جعت في ربنا؟ في ربنا لكن مش في الله، في ربنا. لان الرب يصف صفة التجلي في المتجلى عليه، فالمتجلى عليه جائع،
ولم يجع إلا بقيام المتجلي به، ولذا إذا أطعمت الجائع كأنك أطعمت الرب، لأن وجه الرب موجود فيه. واضح؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. إيه وجه الله؟ وجه التجلي. أنت إذا نظرت للمرآة وجدت صورتك في المرآة، تأخذ حجم المرآة، لا تأخذ حجمك، الصورة تأخذ حجم المرآة. فالمرآة الصورة فيها تتحكم حجمها في حجم الصورة، ولا تتحكم في حجم المرء فيها. المرء منزه عنها، يبقى تؤثر في حجم الصورة المرآة نفسها، مرآة التجلي تؤثر في حجم وتحصرها وتؤثر في وضوحها وعدم وضوحها. لو كانت مغبشة شوية مش مصقولة تبان ايه؟ غير واضحة. ولو كانت غير مستوية تبان اما مقعرة او محدبة، فتبان الصورة مشوهة. فظهور صور التجلي في نوع تشوه ده بسبب المرآة، لا في المتجلي بل في مرآة التجلي. أما المتجلي كامل. فهمت المعنى؟ فالتجلي حضرته القيد، وإن ظهر فيه نقص فالعيب في مرآة التجلي لا في الله، لأنه منزه. يوم القيامة هيحصل إيه؟ هذه المرآة المغبشة بمظاهر الدنيا والغفلات تثقل، لأن هذا الحق، فتكون صالحة لرؤية وجه الرب فيه. واضح؟ فتقوم تشوف الله، وجه الرب، ترى وجه الرب سبحانه وتعالى الذي هو كان قائم بك. أفمن هو قائم على كل نفس؟ هل أنت قائم بنفسك أم قائم بالله؟ قائم بالله. طب أين ترى هذه القيومية فيك؟ لا تراها لتغبش المرآة بسبب وجودك في هذه الحياة الدنيا. لما تخرج من دار الغرور، ما دي اسمها دار الغرور، إلى دار الحق، تستوي المرآة وتتم الصقالة المرآة، فتصير مصقولة مستوية صالحة لظهور المتجلي الذي كان قائما في المرآة. فيقوم تشوفه بقى أوضح من القمر وأوضح من الشمس. واضح؟ فهمت الحكاية؟ وعشان كده صور التجلي متعددة. يوم يكشف عن ساق المجسمة يقولك ربنا يبقى لي ساق، ده مظهر من مظاهر التجلي في صورة ساق، مش كلام رب، مش ربنا. ربنا لما نقول ربنا بالجمع كده خرجناه إلى حيز الإطلاق، لكن لما نقول ربي ربي يبقى دخلته في حيز القيد، وهو التجلي في متجل معين. واضح؟ ولذا الربوبية قابلة للقيد وللظهور وللتجلي، أما الألوهة غاية ما تتجلى تتجلى في الهداية. وعلشان كده أنت ما بتقولش إيه؟ لا أشهد أن لا رب إلا الله، أنت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأن لم تختلف البشرية في أثر تجليات الربوبية، لكن البشر اختلفوا. منهم من عبد مظهر التجلي للربوبية فعبده وظن أنه هو إلهه، فنظر مثلا للماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، فنظر الماء وجده أنه سبب الحياة وبه تستمر الحياة وبه الحياة تستمد استمرار وجوده.
فوجد مظهر الربوبية واضح في الماء فعبد الماء. فهمت؟ وعشان كده تلاقي في أنهار مقدسة، في نار تعبر الأنهار المقدسة والبحيرات المقدسة. عبد مظهر الربوبية، ولكن ايه اللي خلاه بقى مشرك؟ انه ظن ان هذا المظهر هو المظهر الوحيد للإله، فقيده في مظهر فأشرك ولم يره في باقي المظاهر. لكن الموحد هو الذي ظهر نظر إلى كل المظاهر وأعادها إلى إله واحد، فهو الموحد. هذه معنى وحدة الشهود عند الصوفين، هذه معنى وحدة الوجود عند الصوفين، أنه لا يرى موجود إلا بالموجود، ليس قائما بنفسه بل قائما بالواحد. فإذا كان قائما بالواحد، والواحد ممكن يتجلى في صورة اثنين يبقى صورة واحدة، ممكن يتجلى في صورة ثلاثة يبقى صورتين مع الواحد، ممكن يتجلى في صورة أربعة يبقى في ثلاث صور مع الواحد، ممكن يتجلى في صورة خمس خمس صور مع الواحد، وإلى ما لا نهاية من الأعداد، يبقى إلى ما لا نهاية من صور التجلي. فإن ظننت أن في صورة واحدة هي التي تعبد وهي الرب، يبقى أنكرت الباقي وحصرته في صورة، فيبقى أشركت وكفرت. واضح؟ كفرت موجود، أشركت بعقلك مع الله لأنك اعتبرت أنك حاكم عليه، حكمت عقلك فحكمت عليه وقلت أنه لا يوجد إلا في هذا المكان، فبقى لك رأي معه، فبقى هناك شريك. واضح؟ الهوى، أشركت بهواك فقيدت الألوهية في مظهر من مظاهر الربوبية واحد. وعشان كده عبدوا البقرة ليه يعني؟ هما كانوا مجانين؟ ما كانوش مجانين على فكرة اللي عبدوا البقرة، بس كانوا ضلالية. في فرق بين مجنون وضلالي، لأن لو مجنون يبقى مش مكلف. فهمتني ازاي؟ لا، ده كانوا عقلاء، ما ربنا اللي هيعذبه، دول عقلاء يا سيدي، وعقلاء وعندهم كمان ايه؟ عندهم كونسبت واضح ظاهر، لدرجة ان الكونسبت بتاعه ده يعني ايه كونسبت؟ يعني مفهوم، او عنده مثلا مسوغات، واخد بالك، وعنده ايديولوجية واضحة ليه بيعمل كده، فاهم يعني؟ هو مش بيعك. هم ليه عبدوا الاصنام؟ هم ليه عبدوا العجول؟ ليه حتى طوائف في الهند عبدت فروج النساء؟ لان نظر الفرج المرأة هو استمرار الحياة بينزل منه، من غير فرج المرأة مش هيبقى فيه ذرية. مش فرج المرأة بس، حتى الحيوانات الفرج مطلق، عبدوا الفرج مطلق، لأنه شافوا إن من خلال الفرج ده بيتم تأتي الذرية وتأتي السلالات وتأتي وتأتي وتأتي، ويأتي التكثير من الوحدة. فهمت؟ فعنده كونسبت يعني، عنده مفهوم، مش أي كلام. عبدوا الأصنام ليه؟ لأن قال أنا ما أعرفش أعيش من غير مية ولا هوا ولا نبات ولا حيوان، مش كده برضو إنسان كده؟ طب ومين اللي بيجيب الحاجات دي كلها؟ لابد أن يبقى فيه أحجار تربة عشان تمشي فيها المية، وعشان ينبت منها الزرع، وعلشان يأكل منها الحيوان، وعلشان أنا أعيش. يبقى أصل الحاجات دي كلها إيه؟ الصخر، التربة، عبد الصخور، لأن دي مظهر البقاء والاستمداد والاستمرار. فخدوا نماذج من الصخور دي، صاغوها في صور خيالية، إما يعملها بقى صنم في صورة رجل في صورة امرأة، لكن هي رمز الصخور، رمز الجماد، لأن الجماد هو أصل الحياة عنده. واضح؟ عشان كده لما والتاني قال إن مفيش حرث إلا بالحيوان، هو اللي بيحرس الأرض وهو اللي بيديني اللبن
وهو اللي بيتوالد وهو سبب الزرع، يعبد البقر ويعبد العجول. كل واحد شاف مظهر من مظاهر تجلي الربوبية الذي به يستمد سبب وجوده، ظن أن هذا المظهر هو الإله فقط وباقي المظاهر سواه لا، فكفر، كفر بباقي المظاهر وأشرك باختياره بهواه، فاجتمع فيه الكفر والشرك. فهمت؟ عشان كده لما بعثهم ربنا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، كانوا صادقين مع أنفسهم، لأن دول في دار الحق ما يعرفوش يكذبوا، دول خلاص في دار الحق. لما بيقول أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهمت ازاي؟ ده احنا ما كناش مشركين، ده احنا ما شفناش الا مظهر واحد هو ده اللي عبدناه، احنا كنا موحدين. يعني هم صادقين مع انفسهم وبيحلفوا بالله في دار الحق. عارف دار الحق دي يعني ما فيهاش كذب، الجنه ما فيهاش كذب والنار ما فيهاش كذب ويوم القيامه ما فيهوش كذب. الكذب ده واللوعه ده في الدنيا لانها دار غرور. ما لفتتش انتباهك الايه دي؟ طب ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كذبوا اي اخطاوا بلغه قريش. كذب سعد يعني اخطا سعد لما قال اليوم يوم الملحمه فالنبي قال كذب سعد اليوم يوم المرحمه، كذب بمعنى اخطا سعد. بلغة قريش كذب يعني أخطأ. انظر كيف كذبوا على أنفسهم أي أخطأوا وظنوا أني لا أتجلى إلا في مظهر واحد فعبدوا المظهر وتركوني. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لأن المظهر فاني فضل. هاتوا بقى يا سيدي المظهر اللي كنت بتعبده، مش موجود، ضل تاه عنهم يوم القيامة مش لاقينه. وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهمت الآية؟ وعلشان كده الصحابة كان عندهم علم، قالوا كيف هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله؟ قال إنكم ترون ربكم. واضح؟ لأن الربوبية تجليها قابل للرؤية لأنه قابل للقيود، أما الألوهية غير قابلة للقيد وغير قابلة للرؤية وغير قابلة للإحاطة. وهذا الكلام يحللنا إشكال إن أهل السنة الذين قالوا وأثبتوا الرؤية يقول رؤية بس بغير إحاطة وبحير، لأن ما ميزوش بين المعنيين. لو ميزوا بين المعنيين مش محتاج يقيد ويقول ايه. فهمت الحته دي؟ رد عليها بالنواجس. والله تعالى اعلى واعلم. وعشان كده ربنا هياتيهم الاول في سوره في الحديث فيقول انا ربكم. هو ربنا بيهزر معاهم؟ يعني هبعت لهم واحد ويقول لهم انا ربكم؟ يقول له نعوذ بالله، نحن هنا حتى ياتينا ربنا الذي نعرفه. يبقى هيجي لهم في صورة تجلي ربوبي آخر لم يدركوه. ده حتى المؤمنين مش هيعرفوه في الصورة دي، لأنه تجلي جديد لم يظهر في الدنيا. لأن تجليات الربوبية التي ظهرت في الدنيا غير تجليات الربوبية اللي تظهر يوم القيامة. واضح؟ لأن ده نظام تاني. فيجي لهم في نظام تجلي يناسب يوم القيامة فيقولوا لا نعوذ بالله، نعوذ بالله منك، احنا هنا واقفين مستنين ربنا اللي نعرفه. فهمت بقى الحتة؟ لأن يأتيهم بتجلي آخر. فيأتيهم في الصورة التي يعرفونه بها. يجي لهم بقى بمظاهر التجلي اللي هم متعودينها وعارفينها، يشوفوا كده انت ربنا الحمد لله خلاص امشوا.
فيضرب على ايه؟ الصراط على بتنجان. شفت دقائق اللفظ النبوي مليان اسرار ولم يلتفت اليه علماء الزهر، لم يلتفت اليه. ادي الفرق بين اهل المعاني والاشارات وبين اهل الالفاظ، فقط وقفوا مع ظاهر اللفظ. يقوم يبتدي يثبت اللفظ، بعضه يثبت اللفظ على ظاهره مطلقا فيقول عليه مجسم، والتاني يصرفه عن ظاهره يبقى بيعدل على لفظ النبي. فلا ده حلو ولا ده حلو، فهمت؟ هتعدل على لفظ النبي ولا صرفه على ظاهره؟ وانت افصح من النبي. يعني لو انت مكان النبي كنتش هتقول اللفظ ده، ما هو كونك معناه ايه اصرفه على ظاهره؟ يعني ايه؟ يعني انا لو مكان النبي ما كنتش هقول اللفظ ده، هقول لفظ تاني ما غير موهم، ده لفظ موهم. طبعا هو ما بيقولش كده بالصراحة، لكن هو طبعا بيعمل كده حماية لإيه؟ للألوهية. لكن ما يصحش إننا نعدل على لفظ النبي ونقول أصرفه وألعب فيه. لكن في طريقة لفهمه، طريقة لفهمه، لأن النبي فصيح وبيكلم عرب فصحاء. أما يقول فضحك الله عز وجل، هنا فضحك إيه؟ ربه. شوف في آخر الحديث يقول إيه؟ فيضحك الله عز وجل. يبقى الله هنا لما ضحك، ضحك بالربوبية، خد بالك، وهي تدل على كمال الرضا. تقوم يشمله في كمال الربوبية، يقوم يدخله الجنة ويمتعه فيها، لأن الربوبية تقتضي أنه يرب من يربه، يرعاه، وإلا هيربه إزاي ويربيه إزاي؟ لابد انه يرعى، فادخله في رعايته. فالضحك وصف تجلي الربوبيه، وتجلي الربوبيه منشاه هو الله خالق الكل. فالتجلي مخلوق والمتجلي قديم، التجلي حادث والمتجلي قديم، التجلي محصور والمتجلي غير محصور، التجلي يدرك والمتجلي لا يدرك، التجلي يحاط به علما والمتجلي لا يحاط به علما. فالصور غير المصور. فهمت بقى المسألة؟ وصورة المرآة نرجع ليها تاني. الصورة في المرآة، هل في علاقة بينك وبينها حبل يعني موصلة فيها؟ هل انت حللت في المرآة؟ طب ولو كسرت المرآة هل انت بتتعور؟ لان دي صورة المتجلي. صورتك في المرآة هل هي قديمة يعني موجودة في المرآة من قبل ما تقف قدامها، ولا لما وقفت قدامها ظهرت تبقى حادثة؟ فالصورة حادثة وانت قديم لانك قبل المرآة. فهمت بقى؟ فربنا خلق المرآة مخصوص عشان تفهم هذه المعاني، وإلا ليه خلق المرآة؟ عشان تسترح بيها كده؟ أبدا، ده انت بتسترح بيها كده، دي أحد وظائفها. لكن خد بالك، ده هي تدل على معنى لما نقول أن الله قريب في بعده، بعيد في قربه، باطن في ظهوره، ظاهر في بطونه، زي صورة المرآة. صورة المرآة تلاقيها بعيدة عنك وفي نفس الوقت قريبة منك، وما حلتش فيها ولا في بينك وبينها اتصال، وفي نفس الوقت تفنى في الحال بمجرد ان المرآة تزول، تفنى الصورة، فكل شيء هالك الا وجهه، كل المرايا هالكة الا وجه المتجلي، لانه هو لا يهلك، دائم باقي لا يزول. فهمت العلاقة بين التجلي والمتجلي والصورة والظهور والمظهر؟ دي تحل إشكالات كبيرة في عقائد المسلمين. عشان كده المسلمين موحدين، لم يرتبطوا بمظهر عن مظهر، ولم يقيدوا مظهر على مظهر، ولم يعبدوا الله في مظهر ويكفروا بالله في مظهر، بل وحدوا الله. أدي معنى وحدة الشهود، فأينما تولوا فثم وجه الله، فلم يروا في الأكوان غير الله،
وهل معه شيء؟ ما في الجبة إلا الله. الجبة هو حجاب الأكوان، مش الجبة اللي لابسها، الجبة هي حجاب الأكوان، وحجاب الأكوان ما هي إلا مرآة لتجلي الرحمن، لأن الرحمن هي الصفات المتعلقة القابلة للتجلي. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلى. أنا ما كنتش ناوي أقول الكلام ده، بس ما عرفش ليه قلت. أهو ربنا ينجينا، ربنا ينجينا، ولا جعلنا فتنة للذين أمنوا ولا فتنة للذين كفروا يا رب، وأجل حجاب الغفل عن قلوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.